طيب نبدأ مع حضراتكم حلقة النهاردة وندخل في تفاصيل وبدايات الحلقة. خلينا الأول نروح لملعب تيتش نتعرف على عودة الفريق مرة تانية للمران وأخبار تمرينة النادي الأهلي إيه. زميلنا محمد توفيق موجود هناك عشان ينقل لحضراتكم تفاصيل أول مران بعد توقف راحة اللاعبين المجهدين الحقيقة، ونتمنى إن شاء الله إنه يكون فترة الراحة دي أتت بثمارها. محمد طبعا بشكرك على وجودك معنا، وخلينا نبدأ من أهم العناوين: عودة الفريق النهاردة للتمرين ومشاركة صفقات الأهلي الجديدة سواء المحترفين الجدد أو اللاعبين المعارين اللي رجعوا لبيتهم مرة تانية. محمد صوتي كده واضح وصل لك؟ طيب بسألك على عودة اللعيبة مرة تانية للمران ومشاركة اللاعبين الأهلي الجدد سواء الصفقات الجديدة اللي أبرمها النادي الأهلي أو حتى عودة المعارين لبيتهم مرة تانية زي أحمد عبد القادر وعمار حمدي. كلمني كده على أهم العناوين، أهم الحاجات اللي كانت واضحة قوي ولفتت انتباهك في تدريب الأهلي النهاردة. مساء الخير زميل عزيز احمد، تحياتي ليك في البدايه ولكل مشاهدي متابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل زي ما ذكرت استأنف الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي تدريباته اليوم بعد الاجازه اللي منحها الجهاز الفني للاعبين امس. المران اليوم شهد مشاركه وعوده اللاعبين الدوليين بكامل عددهم لمران الفريق الاول للنادي الاهلي. كان سبق المران في الرابعه في الخامسه الا الربع محاضره فنيه للجهاز الفني اتكلم فيها مع اللاعبين عن المرحله المقبله ان شاء الله والاستعدادات والمتطلبات المطلوبه من الفريق والنتائج المطلوب تحقيقها في الفتره المقبله. الفريق اللي ابتدى مرانه في تمام الخامسه يمكن كل اللاعبين كانوا موجودين سواء الدوليين او اللاعبين العائدين من الاعراض كله شارك بشكل تام، حتى اكرم توفيق يمكن ظهر في المران النهارده ولكن كان مرتدي قناع الوجه اللي الجهاز الطبي بالنادي الاهلي حضره له. بيرسي تاو بس كان الغائب الوحيد وهو وجونيور اجاييه، طبعا يمكن جونيور اجاييه اشتكى من اجهاد في العضله الخلفيه وبيرسي تاو طبعا ليه تعرضه لمزق في العضله الضامه. يمكن ابرز الحاجات اللي كانت في المران النهارده زي ما قلت لك مشاركه جميع اللاعبين. يمكن المران استمر لمده ساعه ولسه مستمر حتى الان، ولكن حالا دلوقتي وانا بكلمك في تقسيمه على ملعب مختار التتش مشارك فيها جميع اللاعبين باستثناء اللاعبين الدوليين. يمكن فضل الجهاز الفني راحتهم من التقسيمه نظرا طبعا للاجهاد اللي تعرضوا له في رحله المنتخب والسفر الى انجولا مؤخرا. يمكن كمان كابتن محمود الخطيب حرص على متابعه المران وموجود في ملعب التمرين بيشاهد المران، ويمكن جمعوا ويمكن زي ما بيقول اجتماع مطول جدا مع كابتن سيد حفيظ بيتكلموا اكيد على الفتره الجايه. يمكن عاوز اقول لك كمان ان في برنامج كامل للفتره الجايه ان شاء الله بدايه من الغد ومواجهه بتروجيت وديا في الخامسه هنا على استاد مختار التتش، وبعديها ان شاء الله يبقى في يومين تمرين الفريق. يوم الخميس ان شاء الله يكون في مباراه وديه اخرى امام المقاولون، وبعد كده الفريق هيسافر محافظه الاسكندريه للدخول في معسكر في منطقه برج العرب. المعسكر هيكون طبعا استعدادا لمباراه طلائع الجيش يوم 21 في مباراه كاس السوبر المصري، وبعدها الفريق هيكمل ان شاء الله في معسكره استعدادا لمباراه انبي ان شاء الله يوم 25 سبتمبر الجاري في مباراه دور 16 من بطوله كاس مصر. يمكن دي كانت كل التفاصيل وكل الاجواء هنا داخل استاد ملعب التتش. الكلمه ليك اتفضل. محمد خليني اسالك على تفاصيل اصابه بيرسي تاو اللي تعرض ليها واللي تم الاعلان انها شد في العضله الضامه، هل في اي جديد فيما يخص جاهزيته او عودته؟ هل منتظر انه ممكن يكون موجود او جاهز للمشاركه مع الاهلي في مباراه السوبر يوم 21 مع الطلائع، ولا ده ممكن يكون سيناريو مستبعد؟ للاسف النهارده بحديثي مع الدكتور احمد ابو عبد رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي في استحاله دوت، لان بيرسي تاو امامه من 3 لـ4 اسابيع عشان يقدر يخش تاني في التدريبات مع الفريق ويبدا مرحله التاهيل الاولى. يمكن اتكلمت مع الدكتور فقال لي ان اللاعب معرض لاصابه بمزق في العضله الضامه منذ 3 سبتمبر الجاري، ده كان اثناء معسكر فريق منتخب جنوب افريقيا استعدادا لكاس العالم. كان اللاعب اخذ مسكنات وشارك في المباراتين بتوع منتخب جنوب افريقيا، شارك في المباراه الاولى بشكل كامل والمباراه الثانيه شارك في جزء من المباراة. فالدكتور احمد ابو عبله قال لي واحنا بنعمل له زي ما بنقول الكشف الطبي لما وصل النادي الاهلي اكتشفنا ان اللاعب مصاب بمزق في العضله الاماميه. يمكن كمان اللي كان مر 10 ايام على الاصابه، فان شاء الله متبقي امام اللاعب من 3 لـ4 اسابيع عشان يقدر يخش مرحله التاهيل. الدكتور احمد ابو عبله قال لي ان احنا حقناه بلازما بحيث ان الاصابه او المزق يتم التئامه بشكل اسرع، وان شاء الله من 3 لـ4 اسابيع اللاعب هيبدا ان شاء الله يخش في التدريبات ويعمل برنامجه التاهيل اللي هيتم وضعه من خلال الجهاز الطبي والاداري بالنادي الاهلي. طيب سؤال تاني متعلق بمباراه بكره، او خليني اسالك الاول عن الظهور الاول لصفقات الاهلي الجديده في ملعب التتش النهارده، ازاي كان استقبالهم؟ ازاي شفت مشاركتهم؟ ازاي شفت كمان مدى جاهزيتهم ان هم يخشوا في سكواد الاهلي او في تشكيله الاهلي الاساسيه بشكل سريع؟
يعني عايز اقول لك يعني حاله اكثر من رائعه داخل ملعب مختار التتش، يمكن لاعيبه الدوليين كمان يعني خلينا نكلمك عنهم الاول، يمكن فرحه عارمه من لاعيبه الدوليين، حاله اشتياق يمكن قفشه اول حاجه اول ما شافنا في تراك الملعب النهارده قال وحشتوني والملعب وحشني، يمكن اللاعبين الدوليين كلهم عايدين بشكل اكثر من رائع، كمان الصفقات الجديده كلها موجوده، حسام حسن كمان، كريم فؤاد كمان، ميكسوني موجود النهارده في التدريب، وعايز اقول لك ان حاله من الدخول في وسط الفريق بشكل رائع جدا، بيتعامل مع اللاعبين اكنه مش لاعب جديد لسه اول تمرين ليه مع الفريق، لا لعيب موجود ومن فتره، زي ما انت عارف عاده النادي الاهلي دايما اي عنصر جديد بيخش داخل المنظومه لا بسرعه بينصهر داخل زملائه، هذه منظومه النادي الاهلي وده سبب من اسباب نجاح النادي الاهلي على مر تاريخه. كمان عايز اقول لك اللاعبين اللي قاعدين من العاره كلهم مشاركوا النهارده في المران، واعتقد ان في جزء كبير منهم بكره هيكون مشارك في المباراه الوديه ان شاء الله امام بتروجيت، كل اللاعبين محمد عبد المنعم حتى العائد من الاعاره من صفوف سموحه، العربي بدر كلهم موجودين، عمار، كل اللعيبه موجودين وادوا بشكل اكثر من رائع، واعتقد ان هم ان شاء الله بشكل سريع جدا هيخشوا في اجواء الفريق، وده اللي هنشوفه ان شاء الله خلال الفتره المقبله وخلال المباريات المقبله. سالني كمان على مباراه الغد، ان شاء الله مباراه الغد هي التجربه الاولى استعدادا لبدايه الموسم، هتبقى امام بتروجيت، المباراه هتنطلق في تمام الخامسه مساء هنا على ملعب التتش في مقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيره، والمباراه الثانيه ان شاء الله هتكون يوم الخميس امام المقاولون، ومن بعدها الفريق ان شاء الله هيسافر للاسكندريه للدخول في معسكر مغلق استعدادا زي ما قلت لك لمباراه الجيش، ومن بعدها كمان مباراه امبي لتكون يوم 25 سبتمبر ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز محمد توفيق من داخل النادي الاهلي بالجزيره، دي كانت اخبار تمرينه النادي الاهلي النهارده.